ولا أروع من ذلك الإعلان الذي رسم رصاصة وكتب تحتها انتحار سريع، ثم رسم دخينة وكتب تحتها انتحار بطيء. فالرصاصة قتل سريع والدخينة قتل بطيء. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. أيها الإخوة، بحوث أخرى أشارت إلى أن التدخين السلبي يمكن أن يضر بقدرة المرأة على الإنجاب، وكشفت دراسة رصينة أجرتها جامعة على 8500 من الأزواج الذين تعرضوا للتدخين السلبي في أثناء العمل، فكانت هناك نسبة كبيرة من النساء كن أقل قدرة على الإنجاب من اللواتي لم يتعرضن إلى التدخين السلبي. وشيء آخر أيها الإخوة، هو أن التدخين السلبي يضعف ذكاء الطفل. وقام باحثون في مركز طبي تابع لمستشفى في أحد الولايات في أمريكا، وقال هذا التقرير: إن الأطفال المعرضين لدخان السجائر حتى ولو بكميات قليلة يعانون من انخفاض القدرات الذهنية والإدراكية. وقد أشار هؤلاء إلى الدراسة التي أجريت على أكثر من 4000 طفل ونشرتها مجلة رصينة، إلا أن هذا الأثر واضح جدا على الأطفال الذين يعانون من التدخين السلبي. والتدخين السلبي أيضا يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتهابات الأذن. أيها الإخوة الكرام، هذا أثر التدخين في من لا يدخن، فكيف في من يدخن؟ والإنسان حينما يبتلى بالتدخين وحينما تضعف إرادته عن أن يقلع عنه، ألا يرحم زوجته؟ ألا يرحم أولاده؟ ألا يرحم من يلوذ به؟ بارك الله بكم ونفع بكم، وجعل هذه القناة أسلوباً من أساليب الدعوة الحديثة إلى الله. أيها الإخوة، إن شركات الدخان تنتج دخينتين يومياً لكل إنسان على وجه الأرض، وعدد سكان الأرض 6000 مليون، يعني 12000 مليون دخينة تنتج كل يوم. هذه الكميات الفلكية التي تنتجها شركات الدخان فيها مواد سامة، لو أخذت في الدم دفعة واحدة لاستطاعت أن تبيد الجنس البشري بأكمله. هذا التقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية. لو أخذت المواد السامة في هذه السجائر دفعة واحدة بعد استخلاصها وأدخلت في الوريد مباشرة، فهي كفيلة أن تقتل إنساناً في أوج صحته. ما يدخنه الإنسان لو استخلصت هذه المواد السامة وحقنت في وريده لمات فوراً. الذين يلقون حتفهم أو يعيشون حياة تعيسة من جراء التدخين يفوق عدد الذين يلاقون حتفهم من الطاعون والكوليرا والجدر والسل والجذام والتيفوئيد مجتمعين. والوفيات الناجمة عن التدخين هي أكثر بكثير من جميع الوفيات للأمراض الوبائية مجتمعة. هذه فقرة من تقرير منظمة الصحة العالمية، وهي منظمة علمية كتاباتها وإحصاءاتها موضع ثقة. شيء آخر أيها الإخوة، إن مجموع الدخل التي تحققه الدول الكبرى من جراء الضرائب الباهظة على إنتاج التدخين هو أقل بكثير من الأموال التي تنفق لمعالجة الأمراض الناتجة عن التدخين. إن بين كل 3 مدخنين يلقى أحدهم حتفه بسبب التدخين. وتواجه الدول العظمى
الأوبئة بقلق شديد، فلو انتشرت الكوليرا في بلد لخف المسؤولون عن الصحة لمواجهة هذا المرض واستنفروا. ولكن قد يعجب الإنسان لماذا لا يواجهون أخطار التدخين بهذا القلق نفسه. الآثار المدمرة للتدخين لا تظهر بشكل واضح إلا بعد ربع قرن، وهنا الخطر، فإن الآثار المدمرة للمدخن تظهر بعد 25 عاماً. أيها الإخوة الكرام، بحسب الإحصاءات العلمية إن الدخينة الواحدة تقصر عمر الإنسان بقدر تدخينها، فالإنسان لا بحسب اعتقادنا أن أجله لا يزيد ولا ينقص، ولكن بحسب التقارير العلمية أن التدخين يقلل من عمر الإنسان من 15 عاماً إلى 20 عاماً، فيما لو لم يدخن بما تعطيه المؤشرات العلمية. أيها الإخوة الكرام، هذا الموضوع طرح سابقاً، ولكن الشيء الجديد في هذه الخطبة التدخين السلبي أو التدخين غير الإرادي. هؤلاء الناس الذين لا يدخنون ولكنهم يتعرضون بشكل يومي للغازات والمواد المنبعثة من تدخين السجائر من زملائهم في العمل، أو الأولاد من أبيهم، أو الزوجة من زوجها، الأولاد من أمهم. هؤلاء جميعاً لا يدخنون ولكنهم ينضوون تحت مصطلح اسمه المدخن السلبي. هنا المشكلة. أيها الإخوة، هذه السجائر تحتوي على 4000 مادة كيماوية على شكل غازات ومواد معظمها سام ومضر بالصحة العامة. من نتائج التدخين السلبي الذي لا إرادة له في التدخين، إلا أنه ابن في بيت الأب يدخن، أو ابن في بيت الأم تدخن، أو موظف في دائرة أحد زملائه يدخن، هذا الذي لا يدخن ولا يريد أن يدخن تظهر على صحته آثار قد لا تصدق. منها أن التدخين السلبي أيها الإخوة يسبب الربوة، فشركاء المدخنين وجلساؤهم يكونون معرضين بنسبة 5 أضعاف المعدل الاعتيادي للإصابة بالربو بفعل مضار التدخين السلبي. والربو الآن شائع جداً، ولا سيما ربو الأطفال، وأحد أسبابه تدخين الأب في البيت. كما أن الذين يتعرضون لآثار التدخين من زملائهم في العمل يقعون في أمراض هي ضعف الأمراض التي يقع فيها من لا يدخن تدخيناً سلبياً. شيء آخر أيها الإخوة، التدخين السلبي له علاقة بضيق النفس الليلي، وهذه دراسة تم إجراؤها في بلد متقدم، فقد خضع 8000 شخص من 13 بلداً إلى فحص دقيق لنجد آثار التدخين السلبي على صحتهم، فكان من أبرز هذه الآثار ضيق النفس الليلي وضيق النفس الذي يتبع أي جهد عضلي، وهذا أيضاً أيها الإخوة من آثار التدخين السلبي، ضيق التنفس الليلي وضيق التنفس على أثر جهد عضلي. وهناك دراسة أيها الإخوة تربط بين التدخين السلبي وبين أمراض القلب، فاحتمالات الإصابة بأمراض القلب هي ضعف احتمالات الإصابة لغير الذين يتأثرون بالتدخين السلبي. الحديث الآن عن التدخين السلبي، هذا الذي لا يدخن لكنه طفل في أسرة الأب يدخن، أو طفل في أسرة الأم تدخن، أو زميل في مكان الزميل يدخن، إذا كان هذا أثر التدخين
في من لا يدخن لكنه يجاور من يدخن، فكيف أثره في من يدخن؟ أيها الإخوة، بحوث أخرى أشارت إلى أن التدخين السلبي يمكن أن يضر بقدرة المرأة على الإنجاب، وكشفت دراسة رصينة أجرتها جامعة على 8500 من الأزواج الذين تعرضوا للتدخين السلبي في أثناء العمل، فكانت هناك نسبة كبيرة من النساء كن أقل قدرة على الإنجاب من اللواتي لم يتعرضن إلى التدخين السلبي. وشيء آخر أيها الإخوة، هو أن التدخين السلبي يضعف ذكاء الطفل، وقام باحثون في مركز طبي تابع لمستشفى في أحد الولايات في أمريكا، وقال هذا التقرير: إن الأطفال المعرضين لدخان السجائر حتى ولو بكميات قليلة يعانون من انخفاض القدرات الذهنية والإدراكية. وقد أشار هؤلاء إلى الدراسة التي أجريت على أكثر من 4000 طفل ونشرتها مجلة رصينة، إلا أن هذا الأثر واضح جداً على الأطفال الذين يعانون من التدخين السلبي. والتدخين السلبي أيضاً يزيد من خطر إصابة الأطفال بالتهابات الأذن. أيها الإخوة الكرام، هذا أثر التدخين في من لا يدخن، فكيف في من يدخن؟ والإنسان حينما يبتلى بالتدخين وحينما تضعف إرادته عن أن يقلع عنه، ألا يرحم زوجته؟ ألا يرحم أولاده؟ ألا يرحم من يلوذ به؟ والصحة تأتي في الأهمية بعد الهداية، فأول نعمة على الإطلاق أن تعرف الله وأن تعرف منهجه وأن تحمل نفسك على طاعته، والنعمة الثانية أن تكون صحيحاً معافاً في بدنك. والصحة رأس مال الإنسان ورأس ماله الأوحد، وهي وعاء عمله، وهي سبب استقامته، وهي سبب توفيقه في طلب الآخرة إن كانت الصحة موفورة. أيها الإخوة الكرام، الذين يتعرضون للتدخين السلبي يأخذون إجازات من وظائفهم ضعف الإجازات الصحية التي يأخذها زملاؤهم ممن لا يتعرض للتدخين السلبي. هذه الحقائق المرة ينبغي أن تكون معلومة عند الإخوة المؤمنين. فلا شك أن الذين يرتادون المساجد معظمهم لا يدخنون، ولكن هذه المعلومات يجب أن ينشروها في أوساط من حولهم، فلعل هذه الحقائق المرة تكون رادعاً لهم ورادعاً لغيرهم عن ممارسة التدخين. أيها الإخوة الكرام، إلى النصوص الشرعية. يقول الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا الذي يدخن أليس يلقي بيديه إلى التهلكة؟ أليس ينتحر انتحارا بطيئا؟ ولا أروع من ذلك الإعلان الذي رسم رصاصة وكتب تحتها انتحار سريع، ثم رسم دخينة وكتب تحتها انتحار بطيء. فالرصاصة قتل سريع والدخينة قتل بطيء. الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام فيما روي عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أليست هذه الدخينة بدعة؟ إن الأسر الفقيرة تستهلك من دخلها ثلثه من أجل التدخين. هذا المبلغ الذي يعادل ثلث دخل أسرة فقيرة لو رد إلى الأولاد غذاءً وفاكهةً وكساءً وضروريات تفتقر إليها الأسرة، أليس هذا من باب أولى؟ أيها الإخوة الكرام،
آية ثانية: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. الآية مطلقة، والمطلق على إطلاقه في القرآن الكريم. قتل سريع معروف لدى الجميع، وقتل بطيء هو الدخان الذي ينتهي بصاحبه تحت الثرى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. أليس الدخان مفترا؟ أيها الإخوة الكرام، عالم كبير من علماء مصر ذهب إلى أمريكا وزار بنفسه بعض معامل التبغ، وألف كتابا اشتريته أنا من معرض الكتاب وقرأته، فإذا فيه هذه الحقيقة خطيرة، هو أن هذا الدخان ينقع في الخمر أشهرا ثلاثة، أو ينقع في الكحول، لأن هذه الدخينة إذا شعلتها تبقى مشتعلة. ما الذي يجعلها مشتعلة ولو لم تستخدمها؟ ذلك لأن أوراق التبغ نقعت أشهرا ثلاثة، إما في الكحول وإما في الخمر، فإذا كان في الخمر فسعرها أغلى لأن فيها نكهة الخمر. هذه حقيقة ثابتة حتى في شركات التدخين في الشرق الأوسط، تنقع أوراق التبغ في الخمر أو في الكحول من أجل أن تعطيها نكهة، ومن أجل أن تبقى مشتعلة حتى نهاية المطاف. حقيقة ثانية مرة، أن شركات التدخين في العالم الغربي تصنع دخاناً خاصاً لشعوبها، وتصنع دخاناً آخر لشعوب الشرق الأوسط، نسب النيكوتين خمسة أضعاف. بالتعبير اليومي يعطوننا مذابل الدخان، نسب النيكوتين في الدخان المصدر إلى الشرق الأوسط خمسة أضعاف. شيء آخر، نسب المدخنين تقل في العالم الغربي إلى 60%، يعني 40% أقلعوا عن التدخين، ونسب المدخنين في العالم الإسلامي زادت 38%. هم يدعون التدخين حفاظاً على صحتهم وإدراكاً لمضر التدخين، ونحن في العالم الإسلامي وفي الشرق الأوسط ترتفع نسب المدخنين إلى 38% زيادة عن ذي قبل. أيها الإخوة، أحد علماء الدين في بلد إسلامي زار مستشفىً كبيراً في عاصمة بلده، وزار الشعبة الأمراض الصدرية، فكانت المفاجأة أنه ما التقى بمريض في هذه الشعبة إلا وهو يدخن، بمعنى أن التدخين كان سبب إصابته بهذا المرض الصدري. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يستجاب دعاؤهم: رجل أعطى رجلا مالا ولم يكتب به كتابا فأكل ماله فلا يستجاب فيه دعاؤه، لأن الله أمره أن يكتب هذا الدين، فلما تهاون بالكتابة أكل ماله. إذن هذا الإنسان لا يستجاب دعاؤه لأنه قصر في تطبيق منهج الله عز وجل. ورجل آتى السفهاء أمواله فإذا دعا لا يستجاب دعاؤه. وأنت حينما تنفق من دخلك ثلث دخلك على الدخان، كأنك آتيت هذا المال أناسا سفهاء يتجرون بصحة الناس. ورجل تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها، وقد جعل الله له الطلاق طريقا للخلاص منها، فلما لم يطلقها إذن لا يستجاب دعاؤه. أيها الإخوة الكرام، في بلد إسلامي ينفق على شراء الدخان 6,000,000,000 جنيه، 6,000,000,000. الإحصاء المؤلم جدا أن أعلى نسبة للمدخنين في الدول النامية،
وإن أعلى نسبة في الدول النامية في المسلمين. يعني المسلمون في الدول النامية يشكلون أعلى نسبة من المدخنين، وهذا الذي يستخدمه أصحاب الشركات العملاقة في الترويج للدخان، ويقول تعالوا إلى حيث النكهة، هذا مات بسرطان الرئة وهو على فراش الموت قال كنت أكذب عليكم الدخان قتلني، كنت أكذب عليكم الدخان قتلني. أيها الإخوة الكرام، وجاء في الموسوعة البريطانية أن القار والقطران الموجود في دخان السجائر يحتوي على كمية من المواد المسببة للسرطان. أستميحكم عذراً في ذكر هذه الإحصاءات والتفاصيل العلمية التي قد يتوهم أحدكم أنها لا تناسب منبر خطبة الجمعة، ولكن الحقيقة ينبغي أن تصل إليكم، ينبغي أن يصحو الإنسان من غفلته في هذا الشرق المتخلف، ينبغي أن تعلموا أن هؤلاء الذين لا يدينون بدين ولا يقيمون وزناً للقيم الأخلاقية ولم يؤمنوا بالآخرة إطلاقاً حفاظاً على صحتهم وقوتهم ومكانتهم، بدأت نسب المدخنين تهبط عندهم بشكل واضح جداً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاس هذه الشركات العملاقة التي لها دخل فلكي كبير. أيها الإخوة الكرام، هذه الحقائق العلمية عن التدخين، وهناك أحكام فقهية عن التدخين، كلاهما يصب في خانة واحدة. إن أردت الحكم الفقهي يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وإن أردت الحقائق العلمية فهذا والله كم قليل قليل مما عندي في ملفات التدخين عن أضراره على كل جهاز على حدة، في دروس كثيرة في يوم الأحد وفي خطب كثيرة شرحت هذا الموضوع بتفاصيل مملة عن خطر الدخان على جهاز جهاز في جسم الإنسان. ذكرت معلومات مختصرة وسريعة مأخوذة من موضوعات كثيرة. أيها الإخوة الكرام، إلى متى هذا الإنسان الغافل غارق في متع رخيصة تسبب أمراضاً خطيرة لا يعيها إلا بعد فوات الأوان؟ كنت أذكر قديماً ودائماً أن الإنسان العاقل يتعامل مع النص، بينما الإنسان الجاهل يتعامل مع الواقع، فما دامت هذه الدخينة تعطيه راحة فيما يبدو، توهمه بخدر في جسمه فهو يدخن، فإذا شارف الخطر القاتل صحى من غفلته، هذا شأن غير العاقل، بينما العاقل من شأنه أنه يتأثر بالنص والحقيقة قبل أن يأتي يوم لا ينفعه نص ولا حقيقة. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا، الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرة ثانية أذكر أن معظم رواد المساجد والحمد لله لا يدخنون إلا قلة قليلة، أسأل الله أن يعينهم على أنفسهم وأن يشفيهم من هذا الوبال وهذا المرض الذي هو سبب كل مرض. لكن اختياري لهذا الموضوع
لا من أجلكم فأنتم معافون والحمد لله، ولكن من أجل من حولكم، من أجل أن يكون الحق واضحاً، وأن يكون الذي نهى الله عنه مدعماً بالحقائق الدقيقة. أيها الإخوة الكرام، شركة واحدة من شركات التدخين في العالم الغربي، شركة واحدة أرباحها في اليوم الواحد من العالم الإسلامي 80 مليون دولار. شركة واحدة أرباحها اليومية 80 مليون دولار من العالم الإسلامي، يذهب إلى إسرائيل منها 12 مليون دولار كل يوم. نصيب هذه الدولة من أرباح هذه الشركة 12% تقريبا، شيء لا يصدق. أرباح شركات التدخين خيالية. لكن أعجبني رسالة شكر وجهت للمدخنين. يقول صاحب هذه الرسالة: يا صديقي المدخن الشهم، هذه رسالة شكر شخصية موجهة إليك من كل أولياء الأمور ورؤساء الاستثمار ورؤساء الاقتصاد في أمريكا وأوروبا. إنهم يشكرونك لأنك وقفت معهم وخططت العجز في ميزانيتهم، ومنعت شركات الدخان عندهم من أن نقيم عليها الدعاوى نتيجة الانخفاض الحاد في عدد المدخنين، لأنهم هناك في بلادهم يخضعون للعلم بفروضه ونوافله ولا يجادلون بالباطل. لقد أكد العلم عندهم أن التدخين ضار جدا جدا بالصحة، ولهذا اضطر أولياء الأمور خضوعا للعلم أن يمنعوا التدخين في أماكن كثيرة. الآن أخواننا الكرام، التدخين في العالم كله فيما أعلم ممنوع في الأماكن العامة، لا في الطائرات ولا في القطارات ولا في المركبات ولا في الصالات، أي مكان يضم أناسا عديدين التدخين ممنوع في هذه الأماكن. الآن أيها الإخوة، الفتيان في بلاد الغرب لا يشترون الدخان إلا بالبطاقة الشخصية، وسعر الدخان ضاعف 5 أمثال. عدد المدخنين الذين خفض عددهم انخفض إلى 40% تقريبا. فحلت الخسائر الكبيرة في شركات السجائر، وكادت المعركة تنشب بين هذه الشركات وبين أصحابها ومن وضع سهامه فيها، ولكن شهامة المدخن العربي والمسلم حالت دون هذا الانفجار، وقامت بالتعويض اللازم وحافظت على معدل الأرباح لهذه الشركات. لكن هذا المدخن العربي المسلم ضحى بصحته وبماله وبصحة أولاده وزوجته وصحة أبيه وأمه، وخالف أوامر الله عز وجل في تحريم الخبائث وإزالة كل ما فيها من ضرر والامتناع عن كل تبذير. لقد بلغت الشهامة مبلغها، وارتفع عدد المدخنين في العالم الثالث بنسبة 38%، وأصبحت إعلانات الدخان الكبيرة خالية من عبارات التحذير العالمية. ثم نقلت عدوى التدخين إلى فتيان في 13 من عمرهم يقفون على أبواب المدارس يتبادلون الدخان وكأنهم يتبادلون قطع الحلوى. لقد صدرت مئات الكتب التي تبرز الأضرار البشعة للتدخين، ثم بالتالي الفتاوى المنصفة الجازمة بتحريم التدخين، ثم تحدث الاقتصاديون عن المليارات التي تستنزف، كما رصدوا النسب المئوية التي تؤكد التهام التدخين لأكثر من ثلث دخول الأسر الفقيرة أو المتوسطة. هذه الحقائق وتلك التقارير وهذه الفتاوى لم تلقى أذنا صاغية، بل لقيت الإهمال واللامبالاة. أيها الإخوة الكرام، إنسان ينتحر باختياره ولا يملك إرادة على ترك ما يقتله، وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. أيها الإخوة الكرام،
هذه الحقائق وتلك التقارير وهذه الفتاوى ينبغي أن تردع كل مدخن عن أن يدخن، لأن في الدخان هلاكا له، لكنه ليس كهلاك من يقتل برصاصة، ولكن كهلاك من يصيبه مرض عضال فيموت بعد حين.